أجمل تحية مسائية إلى كل اللي التحقوا بنا الآن على قنوات التلفزيون الجزائري على القناة الثالثة الإخبارية. تتابعوا معنا عدد جديد من برنامجكم معكم في الواب، هذا البرنامج اللي من خلاله نحاولوا أن نطرقوا وكذلك نتصفحوا كل مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تويتر واليوتيوب والفيسبوك حتى نرصد لكم أهم الأخبار عن فيروس كورونا وكذلك أهم الفيديوهات اللي راهي متميزة من خلال السوشيال ميديا خلال ال 24 ساعة الأخيرة. إذا نقول لكم كذلك أنه نحن دائما تحت خدمتكم في أي مواضيع حابين نطرقوا لها أو نصائح حابين أنه تستفادوا منها، ما عليكم غير تواصلوا معنا من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا انستغرام يون تي في وكذلك على الفيسبوك المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري، واللي فاتوا حلقة من حلقاتنا ولكم ما عليكم غير تدخلوا على قناتنا على اليوتيوب المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أو زوروا موقعنا على الانترنت www.untv. إذن بداية خلينا نبدأ أولى حلقتنا نهار اليوم، نذكركم بأهم الفقرات اللي حتكون معنا خلال حلقتنا. إذن كانت هذه أهم الفقرات اللي حتكون معنا خلال حلقتنا لها اليوم، قلكم فقط بقوا في المتابعة. نبدأ فقرتنا لنهار اليوم بعدما خففت بعض دول العالم إجراءات الإغلاق وتخفيف عقول القيود وكذلك إلغاء الكثير من الإجراءات الحظر. إذن واقترب الانتصار على فيروس كورونا مخاوف جديدة من موجة ثانية لهذا الوباء، وهل يعني والسؤال مطروح كيف نتجنبها وهل تختلف عن الموجة الأولى، وكذلك هل هذا هو الوقت المناسب لهذه التدابير التي اتخذت في ظل الحديث عن موجة ثانية. إذن الجواب إن شاء الله راح يكون من خلال هذا الفيديو في خلال فقرة فيديو أب. إذن نتمنى السلامة للجميع، نقول لكم دائما خذوا كل احتياطاتكم الوقائية، هذا تفاديا لأقول أزمة صحية للجميع. فقط تقيدوا بالنصائح الوقائية وكذلك كل نصائح التي تقدمها لنا الجهات الصحية. إذن دائما نبقاو مع كورونا ودائما صحتكم تهمنا، وكذلك كل أخصائينا اللي عم يزورونا من خلال بلاطوهات التلفزيون الجزائري ما مشي بخلوا عليكم بالنصائح والمعلومات وهم أدرى بخصائص هذا الفيروس. ما علينا غير نقول لكم أنكم دائما سلامتكم تهمنا وكذلك صحتكم تهمنا. إذن روحوا إلى فقرة الصحة. طبيب مصري يروي قصته مع الفيروس بعدما أصيب أقول فيروس كورونا وكيف تغلب عليه وما هي أهم التدابير اللي قام بها من خلال صحة.com.
باراسيتامول او بنادول وفيتامين سي فقط. رفضت ان انا اخد اي دواء ملاريا، رفضت ان انا اخد كورتيزون والحاجات دي. مرعوب منك وخايف منك، وده طبيعي لان انت عندك فيروس خدته، مش مهم ازاي، فعلا مش مهم ازاي خدته. انت جالك فيروس، العالم كله خايف منه، العالم كله خايف منه والناس كلها خايفه تتعامل معاك، فده طبيعي. إذن كانت هذه شهادة حية عن أحد من الأشخاص الذين أصيبوا بهذا الفيروس. إذن نقول لكم أن التوعية هي أساس الوقاية، وأن الوقاية هي أساس العلاج وكذلك من كل الأوبئة والأمراض. وأهم احتياط لازم نقوم به هو أنه دائما نضع الكمامات عندما نخرج، خاصة إلى الأماكن العامة. حتى نفيدكم أكثر حول الكمامات، نصائح مهمة يجب اتباعها عند استعمالها، خاصة كمامات القماش، من خلال هذا الفيديو دائما في صحة.com. إذن ما على الجميع إلى الالتزام بالنصائح والتدابير الوقائية حتى نسيطر على هذا الفيروس، وما يبقى إلا ذكرى نحكيها لأطفالنا، مثل ما فعل شاب من بريطانيا اسمه توم. يوفر علينا عناء في كيف نحكي لأطفالنا قصة كورونا في المستقبل عن طريق فيديو يصف فيه عالمنا قول ما قبل الكورونا وكيف أثر على حياتنا. لنستمع إلى رسالته من خلال هذا الفيديو. But then in 2020, a new virus came our way. That's not to say they never spoke, but the meaning must have been every day the skies grew thicker until you couldn't see the stars. So we flew in planes to find them, while down below, the governments reacted and told us all to hide away. But while we all were hidden, amidst the fear, and all the while, they remembered how to smile. They started clapping to say thank you, and calling up their mums. And while the car keys gathered, with the skies less full of voyagers, the earth began to breathe. And so when we found the cure, and were allowed to go outside, we all preferred the world we found to the one we'd left behind. Now lie down and dream of tomorrow, and all the things that we can do. And who knows, if you dream hard enough, maybe some of them will come true. We now call it the Great Realization. But that's the story of how it started and why hindsight's 2020. دائما سنذكر أنفسنا أنه ما هي إلا فترة وستمر بإذن الله، ما علينا إلا الصبر والالتزام دائما بالتدابير الوقائية. إذن مع استمرار أقول الجهود والاقتراب من احتواء الفيروس، برزت أقول مخاوف جديدة من موجة ثانية بعودة تفشي فيروس كورونا، خاصة بكوريا الجنوبية التي بعد ما حققت انتصارا على الوباء في بداية وضربت المثل في هزيمة الموجة الأولى.
كيف ستنتصر كوريا الجنوبية على الموجة الثانية من الوباء الذي ضرب العاصمة سيول؟ كل هذا في هذا الفيديو وراجعين. إذن لا يزال العالم أقول يقاتل ضد فيروس كورونا، دول تخفف الإغلاق وأخرى تشدده، كل هذا حسب حالة أو الحالة الوبائية لهذا الفيروس. وفي ظل ما في ظل هذا كل ما يسعنا إلا القول أنه دائما التقيد بالتعاليم والوقائية والتدابير من أجل احتواء الوباء في أقصر أقول فترة ممكنة. إذن ومع التباعد الاجتماعي والبعض صار أقول يعمل من بيته وتعليق الدراسة، يزداد الضغط على الانترنت خاصة انترنت المنزل. لكي أقول تصمد إلى آخر الشهر يجب أن يكون أو تكون بعض التعديلات. من خلال هذا الفيديو التالي رحين نتعرف على طرق حتى نقتصد في الانترنت خاصة انترنت المنزل. إذن كانت هذه أهم التعديلات التي يجب الاعتماد عليها حتى نقتصد في انترنت المنزل خلال الحجر المنزلي، وهكذا كذلك حتى تتواصلوا معنا من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا انستغرام يون تي في أو على قناتنا على اليوتيوب المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري أو على صفحتنا على الفيسبوك المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. إذن نقول لكم دائما ابقوا على تواصل وتفاعل معنا. إذن نوصل إلى ختام حلقتنا مع فيديو أخير، ونعرف أنه خلال أزمة كورونا يعني الكل أصبح يبرز مهارات، وأقول مثل الشيف الأردني عمر سرطاوي الذي يصنع كمامة من الباذنجان، أقول حيث قرر تحويل قشور الباذنجان إلى كمامة مستدامة لا تخلو من اللمسات الفنية وفق أحدث صيحات الموضة.
فضلا على انها كذلك صديقه للبيئه. يلا وش رايكم نروحوا نشوفوها مع بعض؟ كانت فكرة جميلة من الشيف الأردني عمر سرطاوي هكذا، حتى كذلك أنه يقدروها كل المستعملين يستعملوها عدة مرات. إذا بهذا الفيديو لحقنا إلى ختام حلقتنا للنهار اليوم. إذا فقط قبل ما نختمه خلينا نذكر بأهم الفقرات اللي كانت معنا وكذلك أهم الفيديوهات من خلال فيديو ويب كانت تحكي عن الموجة الثانية لكورونا، إذا وهي تهدد العالم. من خلال الصحة شهادة حية عن طبيب مصري يروي قصته مع فيروس كورونا وكيف نجا منه، وكذلك من خلال فقرة صحة.com أقول قدمنا لكم أهم النصائح لاستعمال كمامات القماش. أما في كورونا في الويب كيف الشاب توم البريطاني يحكي لأطفالنا في المستقبل ماذا حدث في زمن الكورونا، وكذلك أقول في كورونا في الويب دايما حكينا عن كوريا الجنوبية وكيف هي الآن تواجه خطورة موجة ثانية من فيروس كورونا، وكذلك من خلال فيديو هاشتاج تحدثنا عن أهم التعديلات اللي لازم نقوم بها حتى نقتصد في انترنت المنزل خلال الحجر المنزلي. أما في فيديو آخر كمامة من صنع باذنجان أو خضر الباذنجان من عند الشيف الأردني. إذا كانت هذه أهم المحطات اللي يعني طرقنا لها من خلال حلقتنا لنهار اليوم معكم في الويب. نشكر كل فريق اللي خدمنا هذا المساء، على رأسهم أقول المخرج فريد وكذلك السكريبت رضوان بن خليفة وكذلك الكاميرامان مالك، وكذلك نشكر اللي كانت في الإشراف سعاد. نشكر كامل الفريق، وكذلك نقول لكم أنه غدوة إن شاء الله راح يعني تكون مع زميلتنا هاجر، احنا نلتقي بكم الأسبوع المقبل بإذن الله. بقوا دايما على تواصل معنا من خلال صفحتنا على السوشيال ميديا المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري. تهلاو بزاف في روحكم، سلام.